وأيضا نعلق على يوم التولية. هذا يوم التولية، يوم التولية، من أين أتيتم بيوم التولية؟ أي تولية؟ من أين أتيتم بها؟ أي تولية تتحدثون عنها؟ كل شيء عبارة عن أكاذيب، وعبارة عن بدع، وعبارة عن اختراعات من الأوهام، من الأساطير، من هنا وهناك. أي تولية؟ أين حصلت التولية؟ لا تخلو الأرض من حجة. مات الإمام الكاظم عليه السلام يوم 25، هل تنتظر الأرض إلى يوم 26 حتى تحصل التولية؟ أيها الدجالة، نحن كنا مثلكم من الدجالين، من الماكرين، من المخادعين، بدعة وأكذوبة وخرافة ما يسمى بفرحة الزهراء. هذا المبتدع، هذه الخرافة، هذه الأسطورة، كنا من الحمير، كنا من البهائم، كنا من خنازير القبورية، من حمير القبورية، من بهائم القبورية. نبرر في فرحة الزهرة، فيه كلام من الأساطير، من ألف ليلة وليلة، من قصص السندباد، لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا إلا الشيعة. فأمام الناس كنا نبرر، نرفض هذا الأمر ونقول هذا يوم تولية الإمام، يوم تتويج الإمام، اليوم الذي يأتي بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام. هذا المكر، هذا الخداع كنا نقول به. هذه الكلاوات، القشمريات، المكر، الخداع، الدجل، كنا نقول به، كنا نفعله، كنا نخدع به أنفسنا ونخدع الآخرين. تولية الإمام، من أين جئتم بهذا؟ ومع هذا لاحظ، هذه خرافة في خرافة، أتى بخرافة، أتى ببدعة، ورتب عليها العرفان، وشمت العرفان والباطن، وشمت الباطن. التفت جيدا، هذا هو تأسيس المذهب، يأتون بخرافة، بأكذوبة، ببدعة، ويبنى عليها كل شيء. أتوا بقبور وهمية، أتوا ببناء مخالف للشرع، أتوا بطقوس من هنا وهناك، وفاقوا الجاهلية وأهل الجاهلية بالطقوس والوثنية، ومع هذا، ومع كل هذا، بعد هذا اعتبروا كل هذا من المذهب ومن أصل المذهب وضرورات المذهب.